دمعة في ليلة القدر كأنك دمعت من خشية الله 84 سنة، سجدة في ليلة القدر كأنك سجدت لله 84 سنة، عبادة طاعة صدقة بر إحسان 84 عام أجور. يقول النبي عن هذه الليلة، قال صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا ماذا يقول، قال: من حرم خيرها فهو شقي محروم. يمكن يقول قائل: والله أنا وش يضمن لي أني بعد رمضان ما أفعل المعاصي؟ نقول: إذا اختارك رب العالمين أن تكون من عتقائه ومن أهل ليلة القدر، هذا ليس كلامي، يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله يقود خطاك فتغلب حسناتك سيئاتك وتغلب طاعاتك معاصيك.